السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم خالد صلاح. في الاول كده انا حابب اعتذر لكم عن الغياب الفتره الاخيره، وده بسبب ان احنا حاولنا نعمل شكل جديد في الاستوديو بتاعنا ونظهر لكم بشكل مختلف شويه عن الفتره اللي فاتت. ان شاء الله نحاول نعوض لكم الفتره الغياب بتاعتنا ديت خلال الفتره اللي جايه، وهنقدم لكم منتجات كتيره جدا وفيديوهات هتعجبكم ان شاء الله. النهارده رجعت لكم فيديو جديد وفيديو مهم جدا، وهو عن كاميرات الداش كام. الكاميرا اللي معانا النهارده وهي من شركه 7 ماي، وهي احد الشركات التابعه لشركه شاومي. الكاميرا دي فيها مميزات حلوه جدا. انا شخصيا بنصح اي شخص مع عربيه او سياره ان هو لازم يركب كاميرا داش كام في العربيه بتاعته، ان هي تحفظ حقوقه. لا قدر الله لو حصل عندك مثلا حادث، حد خبط العربيه بتاعتك، فتاكد ان الداش كام هتحفظ حقوقك بطريقه كويسه جدا. الكاميرا اللي معانا النهارده فيها مميزات وفيها حاجات لا تتوقعها، ولازم تركبها في العربيه بتاعتك سواء النوع ده او اي نوع انت شايفه. الفيديو بتاع النهارده يعني اعذروا ان هو هيكون طويل شويه، ده بسبب ان احنا هنستعرض مع بعض مواصفات الداش كام اللي معانا النهارده، وهنشوف ازاي ممكن نركبها في العربيه وازاي ممكن نوصلها بالموبايل. في نفس الوقت برضه هنستعرض يعني فيديو كده احنا صورناه من خلال الكاميرا ديت في الليل وفي الصبح برضه، ونشوف جوده الصوره بتاعتها. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بكم مره تانية. الكاميرا اللي معانا النهارده 7 داش كام برو بلس، خلي بالكم منها العادي وفي برو بلس، تختلف في حاجات كتيره جدا وهنشوفها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه بيكتب لك ان هي بتصور ب 2.7 الترا، يعني بتصور 2K، وبقى هنا تقدر تحكم فيها من الموبايل. في نفس الوقت برضو هنا تقدر تركب لها كاميرا خلفيه وفيها بلت ان واي فاي وجي بي اس. هنفتح مع بعض كده العلبه. اول حاجه هنا هتظهر معانا، اتوقع ان ده دليل مستخدم، هيظهر معانا هنا دبل فيس علشان تقدر تثبتها في اكتر من سياره. هنا قطعتين ستيكر علشان تقدر تثبتها بشكل كويس على الازاز بتاع العربيه بتاعتك، في نفس الوقت برضو ما يسيبش اثر وتركبه بسهوله جدا. هيظهر معانا هنا دليل المستخدم، هنرجع لهم تاني دلوقتي. بعد كده هيظهر معانا هنا الكاميرا، هنرجع لها دلوقتي. اول حاجه هنا هتظهر معانا برضو دي القطعه اللي بتساعدك ان انت تركب او تمدد السلك بتاع الكاميرا في الديكور بتاع العربيه بتاعتك. دي القطعه اللي بتحتاج تثبتها في الازاز وبعدين تركبها في الكاميرا هنا كده علشان تقدر تثبتها في الازاز بتاع العربيه. هيظهر معانا هنا كابل طويل جدا، يعني اتوقع طوله 3.5 متر، ده علشان ده كابل بار خاص بالكاميرا. زي ما انتم شايفين هنا مايكرو يو اس بي، والناحيه الثانيه يو اس بي اي، تقدر توصله في اليو اس بي بتاع العربيه على طول. وهنا طرف المايكرو يو اس بي، دي راس الشاحن بتاعه العربيه، تقدر تحطها في مكان الولاعه بتاعه العربيه، وهنا تقدر تشحن الموبايل بتاعك، وهنا تقدر توصل السلك الخاص بالكاميرا. لو جينا بصينا هنا للكاميرا، زي ما انتم شايفين الكاميرا الاماميه بتاعتها بتيجي بدقه 1944 بي، بتصور بدقه 2K. في نفس الوقت برضه سنسور الكاميرا هنا فيه هو بيجي من شركه سوني اي ام اكس 335. بصراحة جودة التصوير بتاعتها فيها ممتازة جدا، وهي بتصور ب 2K زي ما احنا قلنا. لو جينا بصينا من الجنب هنا هيظهر معانا المايك زي ما انتم شايفين، لو جينا بصينا من الامام هيظهر معانا هنا الشاشة، دي شكل الشاشة بمقاس حوالي 2 انش. هيظهر معانا هنا 3 أو 4 زراير زي ما انتم شايفين، دي زراير الاختيار والتنقل والكلام ده كله، وهيظهر معانا هنا الزرار تحت ده الخاص بزرار الباور. لو جينا بصينا من الجنب ده فهيظهر معانا هنا منفذ الشحن من نوع المايكرو يو اس بي، وبعد كده الاي في الخاص بمنفذ الكاميرا الخلفيه، وهنا نقدر نركب المنفذ الثالث، نقدر نركب من خلاله الكارت الميموري. دي كده تصميم الكاميرا زي ما انتم شايفين كده، تصميمها سهل جدا. الكاميرا دي نقدر نحركها فوق وتحت، بس ما نقدرش نجيبها شمال ويمين، لازم تتحرك فوق وتحت بس. وهيظهر معانا هنا لمبه الاشعارات دي اللي بتوضح لك هل الكاميرا بتشحن ولا لا، وهل هي اشتغلت ولا لا. هنروح مع بعض دلوقتي ونجرب نشغل الكاميرا ونشوف شكلها عامل ازاي. دلوقتي احنا وصلنا الكاميرا بكابل بار زي ما انتم شايفين كده، وتظهر معانا اللغات في الانجليزي وفي اكتر من لغه زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش عربي، فيها انجليزي وبعض اللغات. هندوس اوكي هنا، هندوس اوكي تاني. هتظهر معانا هنا الشاشه الالوان الخاصه بالاشعارات ديت، هنا باللون الازرق بيقول لك يعني ان هي بتسجل، اللون الازرق ان هي كده ما بتسجلش، اللون الاحمر بيقول لك ان في ايرور. هندوس هنا اوكي نكمل. هنا بيقول لك ازاي تقدر تظبط التاريخ، هنروح نظبط التاريخ كده مثلا،
هنا بيقول لك عايز تشغل نظام الباركنج مود ولا لا. طبعا ديت لازم تركب لها قطعة في العربية بتاعتك علشان تشتغل معاك. هنا بيقول لك تقدر تنزل البرنامج ده علشان تقدر تربط الكاميرا مع الموبايل اللي احنا نزلناه قبل كده، وندوس اوكي. هنا بيقول لك لازم تركب الكارت الميموري علشان الكاميرا تشتغل معاك. ملحوظه هنا ان الجزء اللي زي ما انتم شايفينه ده عباره عن السبيكر بتاع الكاميرا. تركيب الكاميرا بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده، بتلزقها على على الازاز بتاع العربيه عندك بسهوله جدا. السلك ده بقى انت ممكن تمدده هنا كده مع الديكور. انا هحاول اجيب لك كده تشوف شكله عامل ازاي. بتمدد السلك هنا في الديكور ده بطريقه سهله جدا من خلال القطعة اللي هم مديهالك. بتمدد السلك هنا كده، بتمشيه هنا كده وتنزله يمشي معاك لحد ما تيجي مثلا تركبه في مكان اليو اس بي او في المكان الولاعة. موضوعها سهل جدا وتركيبها سهل جدا، ودي شكلها هنا كده بتقدر تتحكم فيها فوق وتحت. بس للأسف برضو ما تقدرش تخليها تروح شمال ويمين، لازم فوق وتحت بس. استخدامها سهل جدا زي ما انتم شايفين هنا كده، ده ازرار اللي انا قلت لكم عليه ده، انت من خلاله تقدر تحكم تخليها تسجل صوت ولا لا، برضو هنا الموقع وهنا جميع الاعدادات اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي احنا بنصور في الليل، وزي ما انتم شايفين كده دي جوده الصوره بتاعه الكاميرا او الداش كام اللي معانا النهارده. في نقطه كده بس حابب اقولها لكم واكد عليها مهمه جدا، ان الكاميرا ديت بتحتاج كارت ميموري معين. لازم كارت ميموري اللي انت هتستخدمه في الداش كام يكون مكتوب عليه رقم 10، اي كارت ميموري تاني مش هيشتغل عليه. مش مشكله الشركه، يعني اي شركه سواء سامسونج سانديسك اي شركه تشتغل معاك عادي، بس اهم حاجه يكون الكارت الميموري مكتوب عليه رقم 10 زي ما انتوا هتشوفوه دلوقتي برضو على الصوره. برضو زي ما انتوا شايفين كده البيانات تحت دلوقتي بتظهر، السرعه اللوكيشن بالظبط، الوقت والتاريخ والماركه بتاعه الداش كام 70. الصوت اللي انتوا سامعينه ده برضه من صوت السماعات، من صوت المايك بتاع الداش كام على طول بدون اي مونتاج فيه. في زرار برضه اختصار كده في الكاميرا على طول، بتختار انت عايز يسجل صوت ولا لا، يعني بدون اي ما تدخل على الاعدادات دول في زرار بيختصر لك انت عايز صوت ولا لا. في خاصيه حلوه جدا برضه هنا في الداش كام ديت، مثلا وانت سايق لو انت العربيه خبطت اي حاجه او الكاميرا نفسها اتخبطت اي هزه كده مفاجاه للكاميرا، هتلاقي ان الكاميرا كده بتصور حوالي 30 ثانيه، بتصور 30 ثانيه فيديو طارئ، يعني الفيديو ده مش هتعرف تمسحه من خلال الكاميرا على طول. ده باعتبار مثلا انت لا قدر الله عملت حادث ولا اي حاجه، فهو بيلقط لك ال 30 ثانيه دول وبيحفظها عنده، ما تقدرش تمسحها من خلال الكاميرا على طول، لازم من خلال الموبايل او تشيل الكارت وتحطه في اللابتوب وتمسحها. عشان تربط الكاميرا بالموبايل بتاعك هتحتاج تدخل على الاعدادات من هنا، وبعد كده هتروح على السيستم سيتنج، ندخل على الواي فاي ونفعل الواي فاي.
هتروح الموبايل بتاعك وتبحث عن الشبكة ديت، بعد كده تدخل الباسورد اللي انتوا شايفينه ده. هنشوف دلوقتي ازاي نعملها على موبايل. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. انا سايب لكم تحت رابط شراء المنتج من موقع بانجود مع كوبون خصم زي ما احنا معودينكم. كوبون الخصم هينزل لكم سعر من سعر المنتج على الموقع، في نفس الوقت برضو تقدر تستفاد منه في اي وقت. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. مرة تانية متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.